وانا صغيره قبل ما نرحل كانت ساكنه جنبينا، كنت اتصنت ما اسمعش منها غير ضحكتها، وخصوصا بالليل صوتها كان يشق العتمه ولا شمش الضحى. بس من يوم ما رجعنا عرفت ان ابو الشيخ سالم اشترى ارض الدار وطلع بالتاني، وبقيت ساكنه فوق الزرعه بكتفين. ضحكتها راحت لما كانها صوت الخبطه واحنا لساك تحت الارض. حتى الجلابيه الحيله بتاعت ابويا اخر اللي بقى من ايام العز طلتها يد الواد بالغلط، كان عاوز يجلدني، قصها وقص معاها هيبت ابوي. العيل من صغره كانوا يقولوا له ربنا فوق في السماء، بص فوق لما تعوز حاجه، مش لازم حتى تتكلم، بص بس وهو هيرد عليك. بس البت لما تدور زي حالتي تحرم عليها عتبه الدار، ما يبقى لهاش غير السقف تبصر وربنا يرد بردك. ربنا عاوز يقول ايه بالخبط ده؟ شوف البيت ايش سحبتيه من ورا امك يا بيه؟ احنا زيكوا في الصعيد ولا ايه؟ الواحده فيكوا تلف ورا اللي عاوزاه العمر كله وما تنولوش. لا يا حبيبتي، انا موعوده بيه من يام والنهارده يوم. انعي الكلام يا بنت انت وهي، ولا فاكرين نفسكوا طالعين رحله؟ وماله الجدع ده هرنان علينا كده؟ اكتم اكتم لا يسمع، ورزقك ورزق بنتك يغور قدام عينك، انت مش من هنا ولا ايه؟ ربيت فيها وطلعت للرزق من ياما، كان ايه حيجبرنا نتصبح بسحنة العفش ده؟ بلاش الشديد القوي. الشديد القوي ده لو سمعك ما هتسمعونا بتقولوا ايه؟ حكيم انا ما احبش قد حكاوي الصعايده، بس في الاخر كلها بتزعل غاويين نكد. كنا بنجيب في سيرتك. بس بالخير والله يا سيدي. طب وصاحبك؟ صاحبه ما لقيتش عليه وقفه البت في الشمس الدهك في الجليد الدبلان، واخرتها ود عمي. تصدق عندك حق، دول ولا الخيش. أبوك مين يا بيه؟ أيوه يا جناب البيه، أين والد رجاء؟ إيه يا راجل يا بجا من منظر العفش اللي أنت عامله ده؟ البت متدارية في اللي هي لابساه ده كأنها لابسة كفن، دي ولا كأنها جات، إديها شبر. شبر يا بني آدم، شبر شبر. آه خف يا ولي، هات الدبوس بسرعه. شوف الراجل، هتكشف نسوانك على الجدعان؟ الفاتحه على النخوه يا رجاله. امين يا ولد المركوب. قول يا ولي قبل لما يلمك. واحد اتنين سرد ومرجل، انت حكيم ولا ترجل؟ انا حكيمة الصحية، العيانة ادينا حقنة والمسكينة ادينا لقمة. واحد اتنين سرد ومرجل. يا ألف أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، اتفضل يا شيخ العرب اتفضلوا. اتفضل يا شيخ العرب، اتفضل اتفضل.
اتفضلوا. اهلا وسهلا فاضل بيه. اهلا وسهلا. يا هلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضلوا اتفضلوا. حصلت الف بركه والله. بالشوم يا ابنك لو تفتح حالك خير يا ولد عمي. ده طول هو كده وفضل على نفسك. اوجد ابتدائي. اوجد يا طول. اوجد جرايفيت. بس اهو على عينك يا تاجر. زي ما قلت لحضرتك تمام يا جناب رشيد بيه. انت عفيفه وتستاهل اسمك. ما تستاهل علم همج. ها على خيرة الله يا شيخ العرب. على خيرة الله. على خيرة الله. ورأي فاضل بيه ايه؟ في يا جدع انت واحنا في سوق ما يصحش كده. وبعدين اي واحده فيهم كلهم كويسين. لا انت لازم تختار اللي يروق مزاجك. انا راجل نزيه واللي يطلع من عندي يخرج على الكيف عدل. اعوذ بالله. جريه يا ابني ده جواز يا ابن ال... خلاص هات اللي هناك دي كويسه. على الله يا جدعان. اتنين اتكتب لهم السعد. ثلاثة. شو اسمك؟ يا هو ده قد جدي الله يرحمه. يا بنيتي الراجل ما يعبوش اللي جيبه. ومدام جيبه عمران يبقى هتعيشي مستورة. ما تفهميها ولي. معلوم معلوم يا بنتي. انتي ما انتش شايفة حالنا. احنا مستورين بيك يابا. ما تبصريش كده لاجلي عليك عينك. انا كنت هعمل ايه يعني؟ اخرتها وياك يا بنت الشو. اتجوز الراجل وتعيشي في العز وانا قلبي هيطمن عليكي ولو فيها فراقك العمر كله. معلش عيطتها يا ناني. فهمانه خلاص خلاص بقى يا اسمع اسكتي بقى. مساء الخير عليكم. يسعد مساكي. نعمين. انعم الله عليك يا اخويا. وهو لسه هينعم؟ ما انعم على عروستنا الحلوه دي وانعم عليك انت كمان بستين الف لحلو. باه تمين يا اختي. مالك صفحه العتب علينا كده كانك من بقيه اهلنا. انا الرايده اللي بعتها سي الافوكاتو عوض الله عشان اجهز بنت الاكابر لعريسها. رايده رايده دي ايه؟ ده اسمك؟ دي صنعتي. حكيم انا بحنن قلب الجاهل على سعده واللي عصيان عليه المراد اريدهوله. خدي يا حبيبتي خدي زفر وكباب بألف هان على قلبك انت والعيال. بس سيبيلي البيت تقعد مع عروستنا الحلوه دي. وانت يا اخوي هم يلا روح لسي الافوكاتو عوض الله عشان خاطر تبصم وتقبض. يلا يا حلوه. كلوك لوك ما وين عصب. أنا إيش راجع للصبح. كلوا كلوا يا أولاد. بإذن الله إحنا هنتفق على كرم البشوات ليكم ولعيالكم. وهي الرايدة مع البنات بتميل دماغهم وعلى من تمها هيكون بإذن الله المأذون وصله. والمأذون هيرضى يعيدوا البنت للصاصر.
أنا معرفش إنها بنت 17 إلا من دلوقتي. يا باشا ما تقلقش ما تقلقش، المأذون مأذون رسمي وعلى شرع الله. هو بس تبعنا طلبة. بص يا نين عين أمك، بقت جواز جسمة البت مهما كبرت ولا صغرت، وهي بتتلم في أي فرش، لكن الحدوتة بقى تتلم فين؟ فرشة حصير ولا ريش نعام؟ يعني ايه؟ يعني تعومي في الخير، تلبسي دهب من هنا لهنا وبطن مليانة وجمة وسط الخلق، ورجلك الحلوة الصب دي تحطيها فوق رقبة التخين، وتغير منك المتجوزة قبل الخالية. بقول لك ايه يا باشا، انت مصري؟ انت شايف ايه؟ انت هتطلع له بطاقة يا بجم انت؟ انا بس بستفهم، انا والله العظيم ثلاثة بدعي لكم، بس انا كنت خايف ياخد البت وسافر بيها بره زي البنات التانية. هتسافر هتسافر يا اخوي، الباشا من عيلة كبيرة قوي وبقالها ياما في الخليج. وهو العريس لو في مصر ايه اللي هيجبرني اجوزه من بلدكم؟ ما القاهرة مليانة. عريس؟ امال انت مين؟ انتوا شكلكم مش ناويين على اكل عيش. العريس يبقى اخويا وانا معايا توكيل منه يجوز ويطلق. ربنا ما يجيب طلاق، ربنا ما يجيب طلاق يا سعاده الباشا. انت يا ابن الجزم احنا مش متفقين على 10,000 جنيه مهر والشهريه بتاعت اول كل شهر. وده ايه ده يا بت اللي انت متشعبطه فيه؟ ده قشر بستي شرطت على جدي يسافر السودان عند سيدي صالح مخصوص ويفصلها من كسوه مقام. شفتي الغلاوه؟ قول ما هي كام يا سعاده الباشا؟ 100 دولار. شوف انت بقى، شوف الدولار بيتفك بكم مصري. قول بكم مصريه. لا ومن بختك ان العريس بتاعك لسه صغار دونا عنهم كلهم، يعني هيقضيها معاكي سفر وتنطيط في بلاد بره، هتشوفي الخير كله. يعني هنروح السودان؟ سودان؟ اه يا اختي هتروحي السودان يا بنت الفجريه. على بركة الله، وأول ما هنخلص كل اتنين منكم هيشهدوا على التالت من دي. على بركة الله. خير يا حلوة، خير. خوفتك؟ خوفتك ها؟ لا أنا بس أصلي أول مرة أقعد في أوضة تبقى براحك ده. وهو البراح بيجيب الخنقة برضو؟ ها؟ إيش؟ مالك يا عروسة؟ مالك؟ إيش بيك؟ خايفة مني؟ معك حق، أول مرة. أقول لك تيجي نلعب شوي؟ نلعب الصغماية. انت بتعرف تلعب يا جدي؟ اقصد يا عمي، يوه قصدي يعني. لا تخافي لا تخافي، اني ما زعلان. قولي لي يا سيدي. بتعرف تلعب يا سيدي؟ امال انا عندي بنات سنك ويمكن اصغر شويه، وقوم اتنطط معاهم ليل نهار ليل نهار لغايه اما الديسك يقعد عليا ويوجعني. انت اتجوزتني ليه يا سيدي؟ اقصد يعني اصلا لما جينا اهل البلد قالوا علينا معفرين، والتراب مغطينا من ساسنا الرأسنا، جايب لي ذهب اشي اشي علشان انت مثل الذهب اللي انا جبته لك واحسن شوي. هو يعني الذهب هيكون جاي منين؟ ما هو جاي من تحت التراب وقليل، علشان كده غالي. ايوه غالي، ما لمستشوش يد قبلي عشان اتمتع بيه اتمتع بيه واشبع مني لحد التخمه.
اتفضلي يا عروسة، تعالي 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 اتفضلي. تعالي ما تتكسفيش، خشي يا سعاد. هي دي العروسة؟ هي العروسة، ست البيت. دي ست البيت؟ ست البيت، وضفرها برقبة التخين هنا، مش مرات الغالي؟ إن شاء الله يخليك. وماله؟ منورة يا عروسة، أنا ستك سعاد، مرات فاضل بيه. كنت متضرب رجلك يا ستي، ما كنتش أعرف، افتكرتك أمس الأستاذ العريس. كان استعبطي بنت من أولها ولا إيه؟ الله، جرى يا سعاد في إيه؟ من غير عيب أهل البيت، ما تأخذونيش. أمال هو فين؟ مستعجلة أوي لتحيا. تستعجلش ليه يعني؟ عريسها. يا نور، يا نور تعالى. ايوه ليه يا عروسه؟ تعالي انت مكسوفه، مش تيجي كده تاخدي عريسك كده في حضنك وتقفلوا عليكوا بابكم. والنبي والنبي يا بيه، والله ما كنت اعرف انه نور. يا بيت نور، نور البيت دي بتاعتك من النهارده، تعمل فيها ما بدالك. انت مش راجل؟ راجل يبقى تسحبها من ايدها، ها؟ وتعمل فيها اللي انت عايزه. مش اتفقنا؟ كلامنا راح فين؟ والنبي والنبي يا بيه، رجعوني لاهلي وخدوا مهربكم. خلاص يا بيه، خلاصي. يلا نور، يلا. انت عايز تفضحني وسط الناس؟ مرة عملت كل ده ليه؟ مش عشان تنبسط وتبقى زينا وزيهم؟ خد خد عروستك في حضنك يلا. عايز انت اخرى نور، ده انضف واطهر واحد فينا، بتعمل فيه ليه كده؟ عايزه يعيش زي الناس يا سعاد، يبقى راجل ماله هدومه وعنده حرمه، رافع راسه ولو غصب عنه. انا مش عايز حد يعايره تاني. يعايره ولا يعايرك بيه؟ انا خير راجل يا سعاد. صح، وانت بقى بقيت ايه؟ مبروك يا اخو العريس. خش جوه يا بنت، ليش واقفة؟ زي ما اتفقنا يا حاج. طبعا الدور الاولاني ده فاضي كله، ما فيش الا الشقه اللي قدام، لا مؤاخذه انا اقفلها مش هشوف لها ساكن لما تقول لي اشوف وشك بخير. تمام، بس دول مش يوم ولا يومين، ان شاء الله يكون سنه. اوكي. يعني مش هنسافر زي اللي سافروا؟ مش محتاجة. مش محتاجة؟ أصل الست الرايدة قالت لي إنك جايب لي شقة كبيرة قوي في بلاد بر. وشقة كبيرة قوي أهي، هنا نفس برا، ولو على فلوس شقة أديها لك، بس المهم ننبسط. انبسط إيه؟ أنا مرتك. مرتك؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ كل الناس تعرف ان هذا ورق ما له قيمة، عشان بابا والماما بتوعك يناموا وهم مرتاحين، بس انت نفس غيرك، ها؟ الا طبعا لو عجبتيني اجدد لك الاقامة نفس برا، اصلا انا احب الاستقرار في الضياع. ايه رايك؟ مش بتكلم زي السلسجية بتوعكم؟ حلفت لصورك يا بابا.
يلي بلادك بعيدة فيها أحمد وحميدة فينك يا بابا. قومي 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 يلا قومي امشي امشي يلا امشي. ايوه بني فين؟ اسمي فخريه حرمه سيدك وست الدار. بتسمعين الكلام؟ بتلازمين ام اشمون تخدمين تغسلين تسوين كل شيء في البيت وتقومين بمقامك. سمعتي؟ توصيتي سيدك ليلته واحده اخذ مزاجه وخلصنا. بتسمعين الكلام؟ بتلازمين ام اشمون تنامين عندها. ما تسمعين الكلام ما راح اعطيك اي اكل لا منك تروحين عند اهلك ولا منك بتقعدين هني. سمعتي؟ صباح الخير يا رجاء. انا كنت بصلي الفجر فقلت اجي اطمن عليك واشوف كده كنوا عايزين حاجه ولا حاجه. يا حبيبي هو نايم من امتى؟ انت هتتعبي معايا شويه كده يومين ثلاثه بس صدقيني يعني نور طيب وهيرايكي. معلش يومين ثلاثة صعبين كده وبعد كده هتحبينا وتتعودي على عيشتنا. أنا عارف إن أنا شديت عليك أوي بس أنا مش كده على فكرة. أنا راجل أعرف ربنا كويس وأعرف أصون كرامة عبيده. أنا يعني هي الموقف جه كده حكم كده يعني. معلش أنا جيت أشد على نور فجت فيك أنتي. متزعليش. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم. اللي حصل ده مش هيتكرر تاني اوعدك. وانا زي ما قلت لك انت ست البيت هنا لا حد هيقرب لك ولا يقدر يمسك. رايحة فين؟ روح لأهلي. لا والله تمام. ومين بقى اللي هيسمح لك؟ انت عايز ايه؟ مش خدت اللي انت عاوزه؟ دفعت ثمنه؟ سيبني في حالي الله يسيحك. مش قلت اني مش مرضك؟ طبعا مش مرضي بس لسه اللي دفعت ثمنه ما خلصش. يعني أنا اشتريتك. نفسك نفس البدلة، نفس الساعة، نفس الجزمة اللي ألبسها. وأنا الشيء اللي دافع ثمنه ما أرميه إلا في حالتين. يعني لازم أنا أموت عشان تسيبني؟ هذه حالة.
أو النبيعة نفس ما أنت شايفة. أنا مش زي أبوكي، يعني مش محتاج أبيعك. غازي ما كنا بنسب. حاضر حسيبك. نعسو عاملين روحهم نعسانين. البت وحشاهم بلا جلع. قديه كانت هتتجوز وتسيبهم. كل ليلة بسمعك بتعيد الكلام ده على روحك عشان تعرف تنام. ما كنتش بتصبر على فراقها ساعة مش شهرين. قدم الحكاية مش لد عليك. وافقت ليه؟ وأنا صغير أبويا كان يحكي لي حكاية. الحكومة من ياجي 100 سنة وأكتر كانت جابت عمدة من البندر لبلد مش من أهله، يوم والتاني والجيهم كلاتهم مخابيل. مخابيل بحجة أم العزيزة مكانهم السرايا. خدهم بالشدة ما سلكش باللين ما نفعش. سأل جار الهمية دلوها على بير الخرف اللي يشرب منه ينخبل، والبلد كلاتها شربت منه. والعمدة عمل ايه؟ ما كانش قدامه غير انه يشرب من البير. على الله تكون ارتويت. Thank you.
لعب عليها. جوازك كمان للبيت ونبني العمارة. والاثنين؟ الجوازة ولا العمارة؟ الاثنين يا هلا. أنا قلت لك ما في نوم، بحس لي مرة ثانية. وهذا وقته يا بنت الحلال، إيش بيكي؟ انتظري شوي خلينا نشوف، البنت هتجيب لنا مصيبة. خير يا دكتور؟ مبارك يا شيخ، أحفادك هيزيد واحد. حامل؟ حامل، بس هي ضعيفة، اهتموا بيها شوية. حاضر حاضر. مبارك عليكم. مر فين جوزها؟ وصل الدكتور يا جدي. حاضر حاضر، تفضل يا دكتور تفضل. شوفي بنت الناس، حنا نعرف الأصول، بعد ما تجيبينها الجاهل تاخدين ذهبك وهدومك وتروحين عند بيت أهلك، فهمتي؟ يلا قومي قومي، يلا لا تعيشين دور المريضة، قومي. أنت تعبانة؟ عايزة تروحي للدكتور؟ أنا هقوم أغسلها، هو مغسل. حاضر سينور، والله سينور ده سيد الرجال، ورفع راسك، والله رفع راسك. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الا قول لي يا بي، هو انا يعني لو كنت من عيله كبيره وابويا معاه فلوس كتير واخويا كمان عنده شغلانه كويسه، كنت هتتجوزني برضو؟ احنا نعيده تاني ولا ايه؟ وانا كنت اتجوزتك اصلا؟ لا لا، انا فاهمه، مش قصدي كده، اقصد يعني كان ممكن تحبني وتتمناني وتلف الدنيا كلها عشاني. لو كنت حبيتك برضه ما كنتش اتجوزتك، لا انت ولا غيرك. ليه؟ أنا قلت كده برضه. ازاي هتحب واحده وتقطع في لحمها بالشكل ده؟ ازاي تشيل اسمك وانت تعزم عليها اصحابك؟ ازاي هي تشيلك فوق راسها وانت تدوس عليها بجزمتك؟ شكلك ناويها نكد. بعدين يخرب البين، انت داخلين على سنة دلوقتي وكل اللي وصلني منك 100 في 200، فين الستين ألف مهر بنتي؟ ومين اللي قالك يا بقف ان مهرها 60,000 جنيه؟ الرايدة، وقالت لي ما اقولش قدام الرجالة عشان ما يغيروش، بس جنيه كتير. طب انت راجل ناطع وبتصدق كلام النسوان، انا اعمل لك ايه؟ اتفقنا كمهية كل شهر وبتوصلك زي ما اتفقنا، اطلع من نفوخي بقى. يا نصاب يا ابن المركوب. ولا اسمع يالا، انت باصم على ورق مع عقد الجواز يدخلك السجن. اوعى حد تكون فاهمك مني، انا قاعد وسطيكم يبقى انا هين وسهل زيكم، انت ما تعرفش انا ايه. شطان وانت وسخ، انت اللي بعت بنتك مش انا، بس انا قلبي طيب، كلام الرايدة ما يلزمنيش في حاجة، بس انت صعبت عليا. خد 5,000 جنيه اهم، وما شوفش وشك تاني إلا بقى إذا بنتك رجعت وجالها عدالها تاني وتتتتتتتيو. غور يا خفيف.
وعدي زعلانة مني يا مش عايزة تلعبي معايا زي لا يا سيدي زعلانة منك زعلانة منك ايه ده انت طاج راسي نور ايه اطلع اقعد مع اخوك شوية برا هو فاضل مسافر مش كده يلا حاضر يلا حاضر يا باشا يلا يلا حاضر اهو خارج اهو يلا اطلع اطلع قوليلي يا رجاء خدام التراب رجلك يا ست عارفة يعني ايه فاقد للأهلية؟ ها؟ نور نور عنده تخلف عقلي فاقد للأهلية يعني ما ينفعش يتجوز من نفسه أيوة وها عشان كده صفاد البيه كان متوكل عنه ما أنا بقولك يا حبيبتي انه فاقد للأهلية يعني ما ينفعش يعمل توكيل علشان يتجوز لازم أخوه يكون واصي عليه بس الوصية بقى اترفعت وقواضي ومحاكم وحاجات أكبر من فهمك وتركيزك يعني مش هتعرفي مش هتفهمي يقوم فاضل يعمل إيه؟ يزور توكيل عشان يدير بيه فلوس أخوه وبالمرة يجوزه يعني إيه؟ يعني أنتي مش مرات نور يعني كل اللي عمله معاكي ده حرام واللي عمله معاكي برضو فاضل مرة واثنين وتلاتة واربعة يعني انت زانية عارفة الزانية في حكم الدين بيعملوا معاها ايه عارفة انا هعرفك بيعملوا معاها ايه يا زانية يا بنت الكلب يا زانية يا واطية أرجوك إيه عاوزين من دي تاني عايزين إيه مش كتري أنا مش عايز حد يسمع أنا هروحك بكو أنا بحبك أو بس زعلان من اللي بيعمله فيك فاضل وسعاد ما تخافيش انا كلمه اللي انت معي صاحبي بيحبني قوي قوي زيك هو واقف برا يلا يلا انتي تقيلة قوي بس انا راجل انا راجل وحزينك انا راجل وحزينك انت سيد الرجالة سنور سيد الرجالة كلها ما معكيش فواتير يا اسماء اسماء طلب عبد العالي بيه الفواتير يا اسماء لا تجاب الدهب ده منين جوزي جابهولي بس هو مش من هنا اشترهولي من برا ربنا يعوض عليكي الدهب ده فلوسه معاك فلوس تروحي؟ مفيش يوم وانت صغيرة ما كنتش بشيلك على كتفي
فاكرة؟ من يوم ما فرقتي وظهري انكشف بنيتي وحالنا هو حالنا لا تغنينا بقرش ولا بقينا نتطلع في وشوش بعض من اللي عملناه فيكي بس غصب عني الرجل الوسخ داي وهو بيبصمنا على عقد جوازك بصمني على ورقة توديني السجن كنت هعمل ايه يعني بركة انك طيب يابا بالاذن دلوك اذنك معك يا بنيتي اذنك معك يا بنيتي يا مري ما هو تروح يا ناس تعال هنا انت رايحه فين شوف اقول لك ايه انت هتطلع الطلعه دي ورجلك كبار عبتك انت بنت عايزه تخربي بيتنا يابا تقل لنا عدتي لسه ما خلصتش احنا اتفقنا مع الناس ان احنا مش هنكتب الكتاب غير لما تتنقل تخلص لا ماليش غرضه في طابور الكلام ده تاني يا بنت الناس هتدفع 50,000 جنيه حرام عليكي اوعي تروحي يا ناس وهي الست اللي هتسعر برضك امال المهر ده اسمه ايه ما المهر ما هوش سعر يابا ما هو سعر وباع يا اخوي ما تقول لهم يما دي المهر غلاوي غلاوة الست عند راجلها والراجل الجدع بيدفع عشان يغلي مرته مش يرخصها اهو اصار بستي ده هو اللي خلاني عايشه لحد ده هو اللي عاف في ايدي عن دم ما تقول لهم يما ده جابولها بوكي بعد ما لف وادي خوتتي بالشرب اللي انت خوتانا بيه اهو اهو بتكبري يا بنت بقى وبطلي لعب العيال ده استهدي بالله يا بنتي يا بختها يا هناها اللي بنتها هتتاخ انت يا ريدة الزفت ايوه يا باشا الناس على وصول فين الاستقبال قوم يا راجل منك لو لم الكراسي دي بقول لك ايه يا باشا البت هند والبت اسماء ما جوش لغايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليك ده ايه الخبر النوفي ده ولما هم متاخرين يا ام مخ جزم لغايه دلوقتي ما استعجلتهمش ليه ايش نجرن دايلهم حاضر يا باشا هاو يا وليه ده النساوين كلاتها بتستمنى ليله بنتها عشان تفرح من قلبها وتزرغد وان يومها انحبست الزرغوده في صدر نار وما خرجتش لحد دلوقت حلي عني بقى عجبك كلام نسوانك ده يا سبع رجال ساكت ليه يا راجل هتبيع بنتك تاني يا هو يا هي ما تقول لها يا اخوي سن افوكاتو واخد عليه ورقات تدخله السجن يا خرب بيتك يا سعدية يا خرب بيتك يا سعدية يا البنت يا ابوها طب خدوني انا روح السجن انا روح السجن انا لا انت ولا هو يما انا جاي يلا يا ست الرايد بيقولوا الوكل في السجن ببلاش حد يقول لي الرزق له انت ظهر يا اسماء انت ظهري يا بنيتي عامل لي دكر فيها يا اخويا غصب عنك يا بوس الكلب التي يا نهار اسود كلك الحملت يا وليه وصل فيك الخدمة يا وليه انا مش رايحه في حته والختمه الشريفه ارمي نفسي في الفرن انت هتخرجي عن طوعي يا وليه انت ده اذا كان الصغيره عملتها الكبيره مش هتعملها
والله عال انت بتعملي مخبولة انت حرام عليكي. عاوز نطلع؟ اقطع يدي. طلع لهم بضاعتك معيوب. نحست. بدل القلم كنت باخد 10 وانا برضك متسلسل. بتحل عني؟ يا تنشف اكتر من كده. انت ايه اللي جرالك يا بنت؟ انت اتجننتي؟ كبرت. مش قلت لك باري؟ قومي يا بنت انت قومي، قومي! لا. يا بنت خزي الشيطان هيموتوكي. مش أول مرة. طب أنا هجيب الفاس وهكسر القفل ده على دماغي. بلا لعبة عيال. لا. بدالة تعمل ايه؟ انت زي ما كده بوس. هتسميها ايه؟ رجاء. عيني عليها. طب ما تشوفي البت اسم تاني. البلد مليانة بنات زي رجاء، بس رجاء دي ما هتكونش. لفي دور انت للمغربية لاجل ما تزغي مني. في نقطة رجاء يا بت. ما هلتش إلا الغالي. خلاص عليه. واحد اتنين سرجي مرجي. انت حكيم ولا تملجي؟ اهلي حكيمة الصحية. العيانة اديله حكمة والمسكينة اديله لقمة. حلفت لزورك يا نبي يلي بلادك بعيد فيها أحمد وحميد. واحد اتنين سرجي. Thank you.